بسم الله الرحمن الرحيم، انا محمد حسن. ان شاء الله في الفيديو السريع ده هنتكلم على برنامج مندلي، هنتعرف ايه هو مندلي وبعدين ازاي نعمله داونلود، وبعدين هنتعرف على الانترفيس بتاعه وازاي نستخدم البرنامج، وبعدين في كولر كودينج سيستم، ده حاجه كده احنا بنستخدمها عندنا في التيم هنشاركها معاكم، وازاي تستخدم مندلي في التيم ورك العمل الجماعي، وازاي تعمل سايتيشن باستخدام برنامج مندلي. بدايه برنامج مندلي ده ريفرنس مانجر، الباحثين لما بيكون عندهم او لما بيجي يشتغلوا في ريسيرش بروجكت معين بيكون عندهم مجموعه كبيره من الابحاث، فضروري ان هو يمانج الدنيا. يعني مثلا احنا بعد ما بننزل ابحاث بتبقى على شكل بي دي افس كده، فبالتالي المانجمنت باستخدام بي دي اف ريدر، البي دي اف ريدر بيبقى صعب جدا. فمن هنا جه استخدام برنامج مندلي، وهنشوف لما نبدا نستخدم البرنامج. بتكتب مندلي على جوجل، بعدين بتعمل عليه اكونت، هو الاكونت فور فري والبرنامج كله فور فري، وهو تابع للسيفير. بتعمل كرييت اكونت هنا عادي خالص زي اي حاجه، وهتلاقيه تابع للداتابيس الكبيره اللي هي السيفير. فانا اي هاف ان اكونت، فبعد ما تعمل ساين ان بتلاقي انك تعمل داونلود للبرنامج بالظبط، تدوس هنا جيت ريفرنس مانجر، وبعدين تختار هتنزله فين. ده عامل زي الفيسبوك بالظبط، هنا الاشعارات بتاعتك لو حد بعت لك انفيتيشن انك تجوين جروب معين او حاجه، ودول سجستد نتورك انك تتواصل معاهم، وفي اكتر من منصه ممكن يعني نسجل لهم ريكوردز مخصوصه يعني في المستقبل ان شاء الله. ده برنامج مندلي وده ازاي تستخدمه. بعد لما بتنزل برنامج وتسطبه بشكل عادي خالص بتلاقي طالب منك لوجين بالشكل ده. انا اول مره اسجل بالبرنامج فمحتار خالص، او انا اول مره اسجل ببرنامج الفيديو وكده فمتلخبط مركز معاه. هو ده الشكل بتاع مندلي، بس اول ما بتفتح لاول مره خالص ما بيكونش فيه الحاجات دي كلها، بيبقى الدنيا فاضيه كده. هو ده الشكل بتاعه، وده يعني ممكن نمشي سريع كده على الفايلز. ده انك تضيف فايل او انك تضيف فولدر او انك تعمل امبورت لللايبريز من حاجات تانية زي اند نوت او زيتيرو، وبعدين دي لوج ان وهكذا. والتولز بتاعته من ضمن اهم التولز هنتكلم على بتاعه الوورد بلوجن هنتكلم عنها، وحاجه اسمها تشيك فور دوبليكيتس، دي بتستخدمها في السيستماتيك ريفيو بعد لما بتبحث على اكتر من داتابيس. وعلى الشمال هنا بيبقى الدوكيومنتس بتاعتك، ممكن تعمل ليتريتشر سيرش تبحث عن حاجه معينه هنا من البرنامج ذات نفسه، لكن اي دونت سجست قوي يعني. الدوكيومنتس بتاعتك هنا الريسنت الاديت والفيفوريت والبابليكيشنز بتاعتك، وبتقدر تعمل فولدر زي كده مثلا ترايل مثلا. الفولدر ده ممكن تعمل فولدر زي ما انت عايز زي الكمبيوتر بالظبط. وتحت هنا الجروبس هنتكلم عنها. بعد لما بيبقى الشكل ده بتروح جايب الابحاث بتاعتك وتروح واخدهم عامل لهم امبورت بالشكل ده كلهم بالظبط، هما اوريدي بيعملوا امبورت. ففي فرق مثلا لما تيجي تنزل البحث من على باب ميد مثلا، بتلاقي البحث مكتوب باسم الاوثر وسنه، او ساعات بيتسجل باسماء غريبه، وده شيء ممل انك تقعد تفتح كل بحث بعدين تشوف التايتل بتاعه وهكذا. ولكن في مندلي وانس ان انا بس عملت لهم امبورت بالشكل ده بدا يجيب الاسماء بتاعتهم. يعني ده لو انت عايز تعمل الفايل ده فيفوريت ولا لا ممكن تدوس كده، بعدين هتلاقيه في الفيفوريت هنا عندك خالص. النقطه دي معناها انك قرات البحث ولا لا، فانا مثلا البحث ده انا قراته، ممكن تعلم انك قراته وممكن تعلم انك لسه ما قراتوش. الفايل ده معناه ان هو موجود البي دي اف بتاعه، وده اسماء الاوثرز، ده اسم التايتل بتاعك بتاع البيبر، ده السنه بتاعه النشر، وده بابلشت فين. وانس انك تدوس على اي بيبر زي كده هتلاقي ادي العنوان بتاع البيبر والاوثرز واتنشر فين وسنه كام والفوليوم بتاعه كام والابستراكت بتاعه، يعني كل حاجه موجوده بشكل سريع جدا. ودي من مميزات البرنامج يعني. وبعدين بتفتح البرنامج، بتفتح الفايل بتاعك خالص كده. ومن ضمن الحاجات يعني السهله في التعامل مع الفايلز هنا هو على سبيل المثال شكل التابز ده، بدل ما تفتح بقى بي دي اف وبعدين تقفل وتفتح البي دي اف، هو مجرد انك يكون عندك تابز كتيره كده وبتشتغل عليها عادي خالص. حاجه تانية من وجهه نظر برضو، اي ثينك ان السكرولينج حتى بتاع البرنامج يعني متفاهم معاك. طيب هو ده الشكل البرنامج، دي حاجات يعني بتفتح البيبر، انا كمحمد بفتح البيبر وبقراها. واهم حاجه في البرنامج هو انك بتعرف تعمل هايلايت.
فانا مثلا الجزئيه دي انا شايف ان هي مهمه وحابب ان انا اعمل لها هايلايت، فبتروح دايس عليها كده وروح دايس هايلايت. ولكن الجزء المهم بقى واللي احنا هنتكلم عنه هو الكالر كودينج سيستم، ودي حاجه يعني احنا شغالين بيها في التيم. هو ان مثلا احنا ده البيبر دي عن الليفر فايبروسيس مثلا، فاحنا البيبر بتاعتنا بتتكلم عن التريتمنت والدايجنوسيس مثلا، فانا محمد هكتب عن التريتمنت وشخص تاني من التيم هيكتب عن الدايجنوسيس. فاحنا بنقرا لقينا ان السنتنس دي مثلا مهمه او ان احنا هنستخدمها في الشغل بتاعنا، او حتى البيبر دي هنستخدمها في الشغل بتاعنا، فممكن نعلم عليها كده. وبعدين انا كمحمد احنا متفقين في الاول ان انا الهايلايت بتاعتي باللون الاصفر، مثلا حد تاني في التيم دي حتة لها علاقة بالدايجنوسيس، فاحنا هنعلم الجزء ده مثلا باللون البينك مثلا. فبالتالي احنا لما بنيجي واحنا بنكتب البحث ذات نفسه نيجي نعمل سكرولينج للبحث مثلا، محتاجين ان احنا ندور على جزئية معينة، فانا لو بدور على الدايجنوسيس مش هبص على الحاجات اللي معمولة هايلايت بالاصفر دي، ولكن هبص على حاجات البينك دي على طول بشكل مباشر. فدي من ضمن الحاجات اللي احنا بنستخدمها عندنا في التيم. حاجة تانية وهي مشهورة في البرنامج فكرة التاجز، انك مثلا تكتب ان البيبر دي اوريجينال ريسيرش مثلا، وان البيبر التانية دي مثلا تكتب انها ريفيو. فانك كل بيبر بنكتبها، ان البيبر دي مثلا ممكن تكتب اكتر من تاج، تروح حاطط السيمي كولون ريفيو مثلا، ودي لها علاقة بالتريتمنت مثلا يعني، فبتعمل تاجز كده. فبالتالي لما احنا مثلا بنكتب في جزئية التريتمنت ومحتاجين ندور على ريفيوز، ممكن تعمل هنا فلتر باي تاج، فاحنا محتاجين الريفيوز مثلا اللي لها علاقة بالتريتمنت، فتقدر تعمل فلتر زي ما انت عايز. من ضمن الحاجات برضو المميزة في البرنامج انك ممكن تعمل سيرش هنا، والسيرش ده سيرش في الفايلز اللي عندك في اللايبرري بتاعتك ذات نفسها، ممكن تبحث باسم الاوثر، باسم التايتل، بابليكيشنز نيم، وهو كمان يعني مثلا لو كتبنا اف اكس ار فهتلاقي يجيب لك الحاجات اللي جوه البيبر ذات نفسها، فهو هنا موجود في التايتل وموجود في اماكن كتيره 368 مره، فممكن تقعد تقلب كده بس. يعني مثلا لو كتبنا ايجيبت، فايجيبت ما فيش ماتشنج في البيبر دي في ايجيبت، ولكن لو خليناها في اللايبر ذات نفسها ككل فهتلاقي هنا دول البحثين بتوعنا جايب لك ايجيبت فيهم، عشان احنا في ايجيبت هنا اكتر من مره. فدي حاجة مش موجودة أصلا في البي دي اف والدوكيمنت وكده. هو عامة الايرور ده أو الشكل الغريب ده هو على طول كده من ساعة ما استخدمت مندلي، فلو احنا محتاجين ان احنا نظبطه يعني بالشكل ده أنا مش عارف ليه، ولكن هو على طول الايرور ده بيظهر يعني. فهو ده برنامج مندلي ان بريف باختصار شديد خالص. وكمان يعني احنا اتكلمنا على الكالر كودينج سيستم، فمثلا البيبر اللي زي كده احنا عملنا عليها هايلايت، ممكن تبدأ تعمل جروب مثلا، احنا عاملين اكتر من جروب من هنا، بتروح دايس كرييت جروب، وبعدين بتسجل الجروب وتتكلم عنه، هو برايفت ولا في فور انفيتيشن بس. بعدين بتعمل انفيتيشن للجروب باستخدام الايميلات بتاعت الناس اللي شغاله معاك عذرا. وبعد كده بعد ما بتعمله شيرنج، يعني انا مثلا دي اللايبر اللي احنا شغالين عليها وانا عملت الجروب ده، فبروح اعمل سيلكت للبيبرز كده مثلا كنترول اي، وبعدين اسحبهم كده وبعدين احطهم في الجروب. تمام، فوانس ان انا سحبتهم وحطيتهم في الجروب كده هيكون ظاهر للناس كلها الموجوده على الجروب، وفي نفس الوقت الهايلايتس دي هتبقى موجوده للناس الموجوده على الجروب. فجزء الهايلايتس ده جزء مهم جدا. وكمان في جزء تاني هو جزء النوتس، يعني انا ممكن اكتب نوت مثلا هنا this is important مثلا، فبالتالي الشخص اللي يقرأ ممكن اغير لون النوت مثلا هتبقى جرين، فالشخص اللي هيقرأ بعد كده هيكون عارف ان الجزء ده مهم او الجزء ده ايه اهميته وهكذا. وكمان انت ممكن تعمل هايلايت باستخدام ريكتنجلر مربع، لو مثلا الجراف ده احنا محتاجين نستخدمه او محتاجين ناخد البرميشن من صاحبه، فممكن تعلم عليه كده وبعدين تقول we can use this figure مثلا، وبعدين مثلا تكتب مثلا permission او whatever الشغل اللي انت هتشتغله ايه يعني. بس فدي من وجهة نظري استخدامات مهمة جدا وبتسرع التعامل مع برنامج مندلي. الحاجة الأهم بقى وهو جزء السيتيشن، بعد ما تنزل البرنامج كده هتلاقي في التولز في حاجة اسمها، هتلاقي هنا مكتوب install MS Word Plugin، ده البلوجين بتاعت مايكروسوفت وورد،
بعد لما ادوس انستول، الانستول بتاعها سهل جدا. تول تانية قبل ما ننقل البرنامج هي التشيك فور دوبليكيتس، لو في مثلا بيبر احنا نزلناها اكتر من مره، خصوصا لما اللايبرري تزيد. يعني خلينا مثلا نفتح الاول دوكيومنتس بتاعتي، شايفين العدد كبير ازاي. فحاجه زي كده لو دوست التولز مثلا تشيك فور دوبليكيتس، فهو يعمل تشيك فلقى كل دول دوبليكيتس، فهو يعني انت ممكن تعمل كونفيرم ميرج لو هما الاثنين شبه بعض، يعني بيأكد عليك بشكل نهائي هل في حاجات متماثله ولا لا. فدي من ضمن التولز المهمه بيستخدموها في السيستماتيك ريفيو. طيب من ضمن بقى الحاجات الاخيره نختم بيها وهي السايتيشن. انا مثلا we will cite the sentence مثلا، انا كتبت الجمله بتاعتي ومحتاج ان انا اعمل سايتيشن او ان انا اعمل ريفرنس للموضوع ده. بعد ما بعمل انستول للبلوجن بتاعت مندلي، بدخل على ريفرنسز بلاقيها موجوده هنا بالظبط، يعني هو ده مكانها. انا مثلا حبيت ان انا اعمل سايتيشن للسنتنس دي، فبدوس انسرت سايتيشن، بعدين ممكن ابحث باسم الاوثر على طول، ولكن يعني انا احنا مصريين ما بنحفظش اسم الاوثرز يعني، او ممكن تكون حافظه يعني لا، او التايتل بتاع البيبر ذات نفسها. تدوس جو تو مندلي، بعدين مثلا نعمل سايتيشن للبيبر دي، فهتلاقي هنا في مربع ظهر جديد وهو السايت. وانس انك تدوس سايت هتلاقي بكل سهولة خالص انت عملت ريفرنس للموضوع. وفي حاجة في السايتيشن ستايل بيبقى على حسب كل جورنال يعني، ولكن الستايل اللي احنا مستخدمينه دلوقتي ده اسمه نيتشر ستايل. ممكن تغير الستايل مثلا، تختار الـ ABA مثلا، فتلاقي بالشكل اللي احنا شايفينه قدامك ده. بعد ما تخلص البحث بتاعك خالص ممكن تكتب ريفرنس، بعدين في كليك واحدة بس هتدوس انسرت بيبلوجرافي، هتلاقي البيبلوجرافي بتاعتك نزلت اللي هي ريفرنسز يعني في الاخر. حتى لو رجعنا للستايل مثلا قديم هتلاقي الستايل بتاعها اتغير بناء على الريفرنس بتاعها. فمثلا انا في نص الكلام هنا حبيت ان انا اضيف جمله تانية، فبدوس انسرت سايتيشن جو تو مندلي، وانا هعمل سايت للبيبر دي مثلا، فهتلاقي هو اوريدي عمل رقم واحد ونزلها هنا، ورقم اتنين، يعني هو اوريدي بيعمل ارينجمنت للريفرنسز الموجوده عندك في الفايل. ده بشكل سريع جدا استخدام برنامج مندلي. ولو حد عنده سؤال معين ممكن يبعت لنا واحنا نسجل فيديو ان شاء الله نجاوب على السؤال بتاعه. شكرا. Thanks.